أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا. بلاتو ضيف أو قناة القرآن الكريم حصة ضحى، نتحدث الآن عن حفظة القرآن الكريم مع ضيوفنا من مدرسة أحباب الرحمن. أهلا وسهلا بكم، مرحبا بي. رح نبدأ بالطفل زيان صهيب، مرحبا بك، اهلا وسهلا. كيف حالك؟ الحمد لله. الحمد لله، ماكش خايف؟ لا. مرتاح؟ الحمد لله. الحمد لله. نستقبلوا ايضا شلابينا ريمان، مرحبا بك شلابينا ريمان، اهلا وسهلا بك. اشكركم على هذه الاستضافه. الحمد لله، اشكركم على هذه الاستضافه على محطه وهران وقناه الضحى للقران الكريم. 18 خمس سنوات. نعم. السلام عليكم. أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. نحن مدرسة أحباب الرحمن القرآنية تابعة لجمعية علماء المسلمين. نعم. شعبة وهران. نعم. تأسست مدرستنا عام 2018. نعم. بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم. وبفضل المسيرين ومديرة المدرسة والحمد لله على تأسيس هذا المدرسة. سيدنا محمد عليه الصلاة أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، فبدأت رحلتي مع القرآن الكريم منذ صغري، منذ أن كان عمري 12 سنة. نعم. يعني بدأت على طريقة المساجد، ثم مررت بفترة انقطاع، ثم تعطشت نفسي لتلك حلقات القرآن. وددت نفسي أن أعود لتلك الأجواء. فأشكر الله حمدا كثيرا طيبا أن سخر لي تلك المدرسة، مدرسة أحباب الرحمن، التي فتحت لي بابا واسعا في طريقي إلى القرآن. كان هناك أول حلقة حضرتها سمعت فتيات كان يصغرنني سنا، يعني كنا خاتمات لكتاب الله. فعزمت منذ ذلك الوقت أن سيكون مشروعي الوحيد هو ختم كتاب الله. جميل. وحتى معلمتي جزاها الله عني كل خير هي التي ساعدتني. كان هناك حفظ مكثف في فصل الصيف. يعني في العطلة في صيف 2021 كنا نحفظ من الابتداء من السابعة صباحا. نعم. إلى الخامسة كنا فقط نأخذ وقت للراحة للفطور. نعم. يعني مع نصائح المعلمة مع تشجيعاتها، والحمد لله إلى أن ختمته كاملا، حفظته في صدري والحمد لله. رهيضيع، فيه تأثيرات، فيه تأثيرات، يعني فيه تأثيرات. نعم. رهيضيع رهيضيع. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ولا ننصحهم باش ينقضوا أولادهم. ندير أي حاجة مفيدة تفيدني في حياتي. نختنم هذه العطلة تاع الصيف. أصلا راه هذه العطلة كبيرة. نعم. سما لازم فيها ترتب أمورك. نعم. وأكمل تثبيت القرآن لأنه هو أهم شيء، يعني أهم من الحفظ. هناك الكثير ممن يحفظون القرآن يغفلون يعني مسألة التثبيت، يعني فالقرآن يتفلت كثيرا. نعم. أريد أن أختمه مرة ثانية إن شاء الله. وهنا لدي كثير من المشاريع في المدرسة القرآنية، كذلك أريد أن أكون معلمة. قلبك نظيفا وكل شيء فيك حسن، والحمد لله ستصبح جميلا كذلك إن شاء الله. إن شاء الله. ممتاز. الحمد لله على تتويج تاعهم. الحمد لله. فيما يخص هناك احنا تاني نديروا دورة في الصيف، دورة نديروا تكون مكثفة، نشاط مكثف في الصيف. نشاط مكثف، نشاط مكثف، يعني حصص مكثفة. نعم. حفظ مكثف. ممتاز. بدون إقامة، يعني بدون إقامة. نعم. نصيحتكم للأولياء في آخر نصيحتي للأولياء نقول لهم أنهم كي نقول لك يتبعوا أولادهم. نعم. يتبعوهم فيما في جميع المجالات. نعم. في جميع المجالات، ومجال الدراسي ومجال القرآني، مجال. نعم. في جميع المجالات يتبعوا أولادهم. المرافقة. مرافقة. نعم. والنصيحة تاعي الأخيرة يلجؤوا للقرآن والتدبر. نعم. به
يجيب يليق لهم القرآن يليق لهم إن شاء الله يا رب. إن شاء الله إن شاء الله المشاهد في استماع إن شاء الله بإذن الله ويستفيد ونحن أيضا نستفيد منكم كما استفدنا من صهيب ونريمان. ربي يبارك فيكم إن شاء الله. وبلغ تحياتي للوالدة والوالد والأختك صاحبة 8 سنوات مرة الجاية جيبها معك إن شاء الله هكذا إن شاء الله. نريمان أنت أيضا تحياتي للوالدين وموفقة وإن شاء الله بلغينا بنجاحك إن شاء الله حتى نقدمه لك يعني تهنئة خاصة في البرنامج إن شاء الله. شكرا سيدتي نشكركم نلتقي إن شاء الله نشكركم على الاستضافة الطيبة ونشكر كل المسيرين ونشكر الإذاعة هذا واجب. شكرا بارك الله هذا فيكم هذا واجب التلفزيون والقناة لمرافقة أبنائنا في نجاحهم إن شاء الله. أنمى إليه وأستفيض جلالا جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا.